حاسك لو فصلت منا مش بإيدينا وغصب عنك، بكرة الأفراح ترجع بيتنا ونغني سوا زي زمان. رغم غيابك روحك حاضرة ياللي رويت قلوبنا الخضرة، شايل لك هنا مليون وردة وكمان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حلقه جديده من خلاويص، والحمد لله بقالنا كام حلقه بنقول خلاص بفضل ربنا وبفضل جهود الداعمين والمتبرعين. الحمد لله النهارده عندنا فرحه جديده، جميله جمعه كانت مسجونه في سجن الفيوم علشان جميله زي اي ام كان نفسها تفرح ببنتها. تعالوا نشوف جميله. انا اسمي جميله جمعه ابراهيم، من احدى الغربات في الفيوم، محافظه الفيوم. انا مرت عليا ان انا منفصل عن جوزي، فحبيت اجوز ولادي، فاتلجأت للديون، فجبت لهم الحاجات وما قدرتش لان انا عملت حادثه في ايدي، ركبت مسامير وشريحه. وبعدين لما كسرت شهر واتنين على صاحب الدين راح رفع الشيكات، بقت اللي له 10,000 عاملهم 30. وبعدين ولادي خلوني محبوسه وراحوا بقى متلجئين لمؤسسة مصر الخير، راحت صراحة دفعت له وطلعتني وخرجتني، خرجتني قبل الفرح بتاع بنتي بيوم. كنت جايبة التلاجة والغسالة والبوتاجاز ب10,000 جنيه، جيت لما كسرت شهرين ما دفعتش عملهم ب20,000 جنيه. وكنت جايبة الأدوات المنزلية اللي هي زي الصيني والألمونيا والملامين، يعني في مبلغ قليل عملهم بمبلغ أكتر بس. فبدأت كل بيقول لك كل سنة الفوايد تزيد أكتر، لحد ما اتحبست وقعدت قبل الفرح بتاع البنت. جا خدني بيوم، كنت شغاله قبل ما اعمل الحادثه، كنت شغاله، كنت بشتغل في البيوت. الحادثه كنت بمسح في شقه عند الدكتوره، وقعت على ايدي، عملت ركبت مسامير وشريحه، فقعدت ما ركبت مسامير وشريحه في ايدي، فقعدت بقى ما بقتش اسد لان ايدي قعدت 6 أسابيع في الجبس. وقعدت بقى، هم ما عذروش ان انا عامله عمليه ولا حاجه، بقت يجوا يتصلوا ويبعتوا وكده. ولما ما بعتش بقى شهرين راحوا بقى بدأوا يرفعوا الشيكات عليا، ما عنديش حاجه خالص ولا دخل. عيل ابني صغير، والبنات طبعا كده هيتجوز، لانه كان كل عرس ما يجي العيله من ولادي ما كانش يرضى الا بظروفنا. فجينا لما وافقنا على الناس وكده بقت نجيب بقى بالاقساط انا وبنتي، البنات الاثنين ضامنيني والبنات الاثنين اتحبسوا. زي ما شفنا الحمد لله مؤسسة مصر الخير قدرت ان هي تساعد جميلة بمبلغ 12,000 جنيه وتفك كربها، بس لسه في آلاف غيرها. خلي الصدقة بتاعتك والزكاة لتفريق كرب الغارمات، وما تنساش ان من فرج على مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. خلاويص.